أمر معا
جهلا وعصوه دعاء وفي التساوي فالدماء سوقعا الكل حمنا على مجموعي فكل زكى ليس ذا وقوعي وحس ما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما والحكم لبعض هو جزئية والجزء معرفته جلية معرف على ثلاثة قسيم عدل ورسمي ولفظي عليم والعدل بجنس وفصل وقعا ورسم بجنس وخصة معا ونقص الحد بفصل أو معا جنس بعيد لا قريب وقعا ونقص الرسم بخصة فقط أو مع جنس أبعد قد ارتبت وما بلفظي لديهم شهيرا تبديل لفظ بردف أشارا وشرط كل أيرا مضطردا منعكسا وظاهرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجاوزا بلا قرينة بها تحرزا ولا بما يدرى بمحدود ولا مشترك من قرينة الخلا وعندهم من جملة المردود أن تدخل أحكام في الحدود ولا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في رسم فضل ما واو ما احتمل صدق لذاته جرى بينهما قضية وخبرا ثم قضايا عندهم قسمان شرطية حملية والثاني كلية شخصية وأول إما مصور وإما مهمل وسر كليا وجزئيا يرى وأربع أقسام حيث جرى إما بكل أو ببعض أو بلا شيء وليس أو شبه جالا وكلها موجبة وسالبة وهي إذا إلى ثمن أيبة والأول الموضوع في الحملية والأخير المعمول بالسوية وإن على تعليق فيها قد حكيم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزءهما مقدم والتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجب تلازم الجزئين وذات الانفصال دون مين ما أوجب تنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فتعلما مانع جمع من خلو أو هما والرقيق الأخص فعلما تناقض خلف قضيتين في كيف وسرق واحد أمر ففي فإن تكن شخصية أو مملا فنقضها بالكيف أن تبدلا وإن تكن محصورة بالسور فانقض بطفس سورها مذكور وإن تكن موجبة كلية نقضها سالبة جزئية وإن تكن سالبة كلية نقضها موجبة جزئية العصر قلب جزء القضية مع بقاء صدق وكفية والكما إلا موجبة كلية فعرضها موجبة جزئية والعصر لازم لغير موجود به اجتماع القصتين فاقتصد ومثلها المهملة السلبية لأنها في قوة الجزئية والعصر في المرتب بالطبع وليس في المرتب بالوضع إن قياس من قضايا صورا مستلزما بذات قولا آخرا ثم القياس عندهم قسمان فمنه من يعامل اعتراض وهو الذي دل على النتيجة بقوة واقتصى بالعملية فإن تريد تركبه فركبا مقدمته على ما وجبا ورتب المقدمة والنورا
صحيحها بالفسيد مختبرا فإن لازم المقدمات بحسب المقدمات آتي وما من المقدمات الصغرى فيجب اندراجها في الكبرى وذات حد أصغر صغرهما وذات حد أكبر كبرهما وأصغر فذاك ذو اندراج ووسط يرى لدى إنتاج أشد عند هؤلاء الناس يطلق عن قضية القياس بغير أن تعتبر الأسوار إذا كبض فله يشار وعن المقدمة أشكال فقط أربعة بحسب الحد الوسط عمل بالصغرى والكبرى بالكبرى يدعى بشكل الأول ويدرى وحمله في كل ثانية عريب ووضعه في كل ثانية أليم ورابع أشكال عصر الأول وهي على ترتيب في التكمل فحيث عن هذا النظام يعلل ففاسد النظام أما الأول فشرطه الإجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه والثاني أن يختلف في الكيف ما كلية الكبرى له شرط وقع والثالث الإجاب في صغراهما وأن ترى كلية إحداهما ورابع عدم جمع حصتين إلا بصورة ففيها تستبين صغرهما مجابة جزئية كبرهما سالبة كلية فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث فستة ورابع بخمسة قد أنتج وغير ما ذكرته لا ينتج وتتبع النتيجة الأخص من تلك المقدمة هكذا ذكر وهذه الأشكال بالحمل مختصر وليس بشرط والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي وتنتهي إلى ضرورة لما من دور التسلسل قد لزما ومنه ما يرعى بالاستثناء يعرف بشرط بلا اقتراء وهو الذي دل على نتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة فإياك الشرطي كاتصالي أنتج وضع ذاك وضع التالي ورفع التالي رفع أول ولا يلزم في عصيهما لمن جلا وإياكم منفصلا فوضع ذا ينتج رفع ذاك والعص كذا وذاك في الأخص ثم إياكم من عجم فبوضع ذا ذكين رفع لذاك دون عص وإذا من عرف كان فوعص ذا ومنه ما يرعون مركبا لكونه من حجاج قد ركبا فركبته إن تريد أن تعلم واقرن نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلا هلم جرى متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى وإن جزئ على كل استدل فذاك الاستقراء عندهم عقيل وعصوه يدعى قياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي وحيث جزئ على جزء عميل لجامع فذاك تمثيل جعيل ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء وتمثيل وحجة نقلية عقلية أقسام هذه خمسة جلية وثلاث شعر وبرهان جدال وخمس صفصفة كالأمان أجلها برهان ما أولي الأمين مقدمتي باليقين تقترين من أولية مشاهداتي مجرباتي متواتراتي وحدثية ومحسوساتي ف
Fatilka jumlatul yaqiniyati wa fi dalalatil muqaddimati ala natijati hilaku ati biyul awadiyul atawalladu awajibun wa awalul muayyadu wa qatar urhanan haisu wujida fi madatin aw suratin fa muqtada lillahi bi kasiragin aw kaj'alada tabayuni min zaradi fi maghaza wa bil ma'ani lati masukadiba bi dhati sirqin fahimun khataba.